في نبأ عاجل تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السيد مارك روتي رئيس الوزراء الهولندي، والذي أشاد بالجهود المصرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. وفي هذا الإطار استعرض الرئيس السيسي العمل الجاري لتثبيت الهدنة وضمان نجاح عملية تبادل المحتجزين، إلى جانب الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنظيم عملية استقبال المساعدات الدولية ذات الصلة. هذا وقد اتفق الجانبان على أهمية تركيز الجهود في الوقت الجاري على تمديد الهدنة، مع العمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والتحرك العاجل لإدخال القدر المطلوب من المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة، بما يمهد لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. نعيد على حضراتكم ما هذا النبأ العاجل، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السيد مارك روتي رئيس الوزراء الهولندية، والذي أشاد بالجهود المصرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. وفي هذا الإطار استعرض الرئيس السيسي العمل الجاري لتثبيت الهدنة وضمان نجاح عملية تبادل المحتجزين، إلى جانب الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنظيم عملية استقبال المساعدات الدولية ذات الصلة. هذا وقد اتفق الجانبان على أهمية تركيز الجهود في الوقت الجاري على تمديد الهدنة، مع العمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والتحرك العاجل لإدخال القدر المطلوب من المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة، بما يمهد لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.